التعريف بتراث الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وتعزيز مكانة وامتداد الطريقة القادرية إفريقياً ودولياً هو موضوع ملتقى الجزائر الدولي الذي افتتحت أشغاله بالعاصمة تحت شعار الحوكمة واستقرار المجتمعات الإفريقية ووحدتها، والرامي إلى توثيق الروابط التاريخية بين الجزائر ومحيطها الإفريقي. والحقيقة إن فكرة هذا الملتقى لم تكن وليدة اليوم ولا هذه السنة أو السنة التي قبلها، بل هي فكرة لها جذورها في تاريخ الجزائر الحديث. فقبل 23 سنة من هذا التاريخ فكر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في تأسيس أول ملتقى للإمام المغيلي سنة 1984، وهو على رأس ولاية أدرار. فحقق الملتقى يومها نجاحاً باهراً، وكان أول ملتقى دولي تعرفه ولاية أدرار خصوصاً والجزائر المستقلة عموماً عن الإمام المغيلي وعن تاريخه وأعماله. فقد نوع الإمام المغيلي حرثه وبذره في تربات ومناخات متعددة، لا سيما في إفريقيا، ومع تفريخ الجيل الثالث لجماعات الإرهابية بات من الضروري تلمس نجاعة الإسلام السمح المبني على الوسطية والاعتدال. ولعل الإمام المغيلي واحد من أولئك المرجعيات الجزائرية التي يمكن المراهنة عليها في تقديم هذه الأطروحة البديلة. الملتقى كان مناسبة للوقوف على جملة من القيم التي طبعت حياة الإمام المغيلي ومواقفه التي مكنته من ولوج أبواب إفريقيا لنشر الطريقة القادرية برؤيته الإصلاحية الوسطية. إفريقيا اليوم لا تسجل بأحرف من نور إسهامات الإمام المغيلي في تشكل مشهدها الثقافي والفكري والإصلاحي، بعيداً عن كل استغلال ديني أو عرقي يهدف إلى الهيمنة أو استغلال الثروات والاعتداء على حقوق الشعوب، مما جعله يشكل للجميع مرجعية علمية واجتماعية وثقافية مشتركة. إنه لشرف عظيم لنا كأحفاد الإمام المغيلي بنيجيريا أن نعبر عن فرحتنا بنزول البلد الذي ولد ونشأ فيه جدنا وانطلق منه بدعوته إصلاحية التي عمت جانباً كبيراً من إفريقيا. سجل اسمه في التاريخ الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي ولد بتلمسان أواخر القرن الرابع عشر ميلادي وتتلمذ على يد عبد الرحمن الثعالبي، يعد من أهم المرجعيات الجزائرية العالمية، حيث سجل تاريخاً حافلاً في وطنه وكان سباقاً في نقل العلوم والمعارف إلى إفريقيا.